اول قصه غنفتتحوا بها هذا البرنامج الجديد هذه حكايتي. قصه اليوم غادي تكون عبره لاي شابه قالت بسم الله في الحياه. هذه قصه ديال شابه اللي غادي تفتح لينا قلبها وغادي تشارك معنا سر ما عرفوش لباها ولا خوتها، سر عودته ليا بالدموع. سلام سلام and welcome back to our channel. سلامي لك. اول قصه اللي غتوصلني هي من عند شابه جميله وفي مقتبل العمر اللي عندها 20 سنه. فتخيلوا معايا كتبكي وهي كتعاود لي تفاصيل الحادثه اللي طاحت فيها. فعلا كانت قصه جد مؤثره ولا زالت المخلفات نتاعها في النفسيه نتاع هاد الشابه. لنبدا. هذه حكايه شابه اللي عندها اليوم 20 سنه كتقول انا من عائله جد محافظه وعندي زوج ديال الخوت دراري. انا كنت هي البنت الوحيده ما بيناتهم، وهذا كيعني باللي المراقبه كانت شديده عليا لا من طرف خوتي ولا حتى من طرف بابا. كنت بنت دارنا ومفشه ولكن بحدود. كنت انسانه ما كنعرف حتى شي حاجه من غير الدار ليسي الدار. كنت هانيه ومرتاحه وديه في قرايتي وخدامه على مستقبلي، حتى لواحد النهار غادي تقلب كل شيء. النهار اللي ما غنبقاش نعرف فيه لا راسي لا شخصيتي ولا حتى تربيتي. كتقول واحد النهار وانا غاده للمدرسه عادي بحال كاع البنات، فاذا به كيتعرض ليا واحد الشاب. حاولت ماشي مره ماشي زوج باش انني ما نتسوقش ليه، ولكن في الاخير غادي نلقى راسي وقفت ليه وتبادلنا نوامر على اساس انه تكون ما بيناتنا صداقه عاديه. هاد الشاب عرفني على نفسه ولقيته بلي انه كبر مني ب 11 سنه. قال لي بلي انه كيخدم في فرنسا. المهم وهنا فين غادي تكون بدايه احداث قاسيه، وكتقول لي يا ريت كون ما زربتش. كتقول لي بلي انه مع الوقت حسات براسها بلي ولفاتو وما كدوزش شي نهار بلا صباح الخير صافا الى ما اخره. كتقول بلي انه ماشي سهل كان نخرج بوحدي، وعمري ما خرجت بوحدي حيتاش ما كيخليونيش الدار. فغادي تقدروا تسولوا ايوا كيفاش كنت ندير باش نتلاقى به. كتقول ككل مره فاش كيجي كنبغي نتلاقى به، كانت كتجي صاحبتي ترغب ماما باش تخليني نخرج على اساس انا راه معاها. حتى حد ما كان سايق الخبر ديال الحقيقه ديال الخرجه ديالي. كنت كنتلاقى به وانا صاحبه 18 سنه. واحد النهار غادي يخدعني ببعض الكلمات، وانا اللي ما فاهمه والو في الدنيا غيقدر يقنعني باش انني نمشي معاه، وباش ياكد ليا بلي غادي نكون في امان غادي يقول لي واحد الجمله اللي هي اذا وقعت لك شي حاجه انا غنكون مسؤول. كتقول لي وهي كتبكي بلي عمرها ما غادي تنسى هذه الجمله حيتاش كانت جمله الشيطان غربها حتى شاءت الاقدار وغادي يطرى اللي يطرى. بلاتي مازال ما سايتش القصه. كتقول بلي شدتها الخلعه وتلفات والبكاء وكاع الاحاسيس ديال البؤس جاوها هذاك النهار المشؤوم. رجعت لدارهم كان شيئا لم يكن، حاولت تعايش مع شنو وقع ليها، ما بغاتش تشوهو او بالاحرى ما قدراتش حيتاش خافت لتصدق هي اللي مشوها عائلتها في الاخير. فهو بدوره كان قال ليها زوج كلمات على اساس ينسيها. المهم استمروا في الهضره مع بعضياتهم ديستانس، ومن بعد اسابيع غادي تصوني ليه وغتقول ليه بلي ضروري خصنا نتلاقاو اجي عندي البلاصه الفلانيه. وهنا فين غادي تكون الصدمه، غادي تقول ليه بلي هي حامله. باش غادي يجاوبها بقى كيغوت عليها ويدفع عليها وخسر عليها خمسة الكلمات. سيري شوفي على من طيحي الباطل، وهو يزيد وخلاها. هي تبعها في الزنقة بحال شي حمقى وكتطلبو، وهو يدور وقال لها خبر كان بالنسبة لها صاعقة. قال لها انا مزوج وعندي ولد وانتي ما كنعرفكش. دارت بها الارض، ما عرفتش باش تبلات، ما عرفاش اش دير وكيفاش هادشي وقع. واش حلم؟ واش انا اللي بنت دارنا؟ واش خوتي وبالي كيخافوا عليا؟ بزاف ديال الاسئله بداو كيدوروا في راسها. كتقول مشيت للدار ككل مره، لبست ماسك نتاع كان شيئا لم يكن، هزيت تليفوني بديت كنصوني ليه من جديد، لقيتو مبلوكيني. كنصوني عليه من التليفون ديال صاحبتي ما كيجاوبنيش. من بعد 3 ايام غادي نسيق الخبر بلي انه رجع لفرنسا. كي غادي ندير ربي؟ خوتي وبا اذا جاب الله ساقوا لي الخبر غادي يذبحوني. ففكرت حتى عييت وبديت كنشوف الاعراض بدات كتبان عليا، وانا نقرر باش انني نعاود لماما كلشي. قلب الام اشنو غادي يدير على كبدتها؟ غادي تقتلها؟ غادي تجري عليها؟ غتسخط عليها؟ غتبرئ منها؟ لا، حتى حاجه من هذا الشيء ما دارته. غادي تصدمو يمكن، ولكن كتقول بلي انه ميمتي ستراتني،
بكات وتفقصات وغوتات ومرضت بالسكر. مامتي داتني عند الطبيب وقال ليها بلي انه الجنين عنده 4 سيمانات. من بعد 3 ايام غادي نقرر باش انني ندير الاجهاض. غندي معايا صاحبتي اللي واساتني وما تخلات عليا في حتى شي دقيقه، وما عرفش واش عندي الحق نقول بلي انني فرحت من جديد كاني يلا تولد، حيت حيدت واحد الثقل اللي ما كنتش عارفه كيفاش غنقدر نهزو بوحدي، خصوصا كنت في سن كان كل حلم ديالي هو الباك، وهذا الشيء اللي وقع ليا ما على بال حتى شي حد من فاميلتي. سري بقى عند مامتي وصاحبتي، صاحبتي اللي ما هضرتش عليها بزاف ولكن لعبت على نفسيتي، قدرت تهدئني في وقت اعصابي، تواسيني بكلام ديال مولانا في اوقات الياس ديالي. صاحبتي ليومنا هذا عمرها حاولت انها تجبد ليا هذا الماضي غير باش ما تأذينيش به. المهم هذه هي كانت قصتي شاركتها معكم، ماشي للفرجه ولا للمتعه ولكن للعبره. كتقول هاد الشابه اللي اليوم عندها 20 سنه، اي وحده كتسمعني دابا ما تثقش في من هب ودب، ركزي على الشهادات ديالك والباقي غادي يجيبو القدر عاجلا ام اجلا، واللي بغاك اكيد غادي يدق باب باك. فانا بالدور ديالي غادي نشكرك حيتاش تقتي فيا وتشجعتي انك تشاركي معايا القصه ديالك، قصه اللي ماشي اي واحد غادي يتجرأ باش انه يعاودها. واخيرا كوني اكيده بلي ان هذه القصه غادي تفيد بزاف ديال الشابات وغادي دير لهم العقل وغادي تخليهم باش انهم ما يطيحوش في نفس الغلط. كما العاده اذا كنتي جديد على القناه فما تنساش انك تابونا، ومرحبا بك وكتشرفني بالوجود ديالك، وشكرا حيتاش كتعطي المحتوى ديالي باش انه يزيد القدام. في انتظار قصص ديالكم غادي نقول لكم نتلاقاو في حلقه واحده اخرى ان شاء الله. سلام سلام.